السلام عليكم. قدم وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم تقريرا عن حالة الجرحى والوضع الصحي في اليمن باجتماع الحكومة كما أفادت وكالة سبأ. أوضح التقرير أن عدد جرحى الحرب حتى الآن بلغ 23,747 جريحا، جميعهم خضعوا لعمليات جراحية في الداخل، وأن عدد من يتلقون العلاج في الخارج بلغ 3,879 جريحا توزعوا على مجموعة من الدول الخليجية والعربية. التقرير أشار إلى أنه لا يزال هناك ما يزيد على 4,000 جريح في الداخل بحاجة للعلاج خارج البلاد، موضحا أن اللجان الطبية فرزت حوالي 641 جريحا إصابتهم بالغة الخطورة ويحتاجون إلى تدخل عاجل. كما أقر الاجتماع منح كل شهيد ممن لم تكن له وظيفة في القطاع الحكومي وارتقى شهيدا دفاعا عن الوطن والشرعية الدستورية منحه مرتب جندي شهريا. ووافق المجلس على المقترح المقدم من وزارة الصحة العامة والسكان بتشكيل لجنة وزارية تعنى بملف الجرحى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، وتضم في عضويتها عددا من الوزراء المعنيين. حضر ملف الجرحى إذن ضمن أروقة الحكومة في اجتماعها الأخير، ما يضع هذا الملف من جديد في الواجهة ويطرح العديد من التساؤلات عن مدى جدية تلك التحركات الحكومية بشأن الجرحى ومتى ستباشر تلك اللجنة عملها. حول ملف الجرحى ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. الجرحى على رأس أولويات الحكومة، إنها القضية التي أعادت التغييرات الأخيرة في هرم الدولة الاعتبار إليها، وأعادت معها الأمل للآلاف من الذين ضحوا بالأغلى من أجل الكرامة والحرية واستعادة الدولة. الاجتماع الأخير للحكومة الذي ترأسه رئيس الوزراء الجديد الدكتور أحمد عبيد بن داغر وقف على التقرير الذي ربما جرى تأجيله كثيرا بسبب التقديرات السيئة التي حكمت أداء الحكومة في الماضي، لتصبح قضية كهذه إحدى النقاط الجوهرية التي حاكم اليمنيون على ضوئها أداء الحكومة المثير للإحباط وخيبة الأمل. لم يأتي ذلك على سبيل المناكفة، بل جاء بعد أن وجد الآلاف من الجرحى أنفسهم على أبواب المشافي التي تفتقد للإمكانيات في الداخل وخارج أسوار المشافي بشكل متعمد كما يجري هذه الأيام في الخارج. التقرير الذي قدمه وزير الصحة والسكان الدكتور ناصر باعوم عن حالة الجرحى والوضع الصحي في اليمن تضمن أرقاما مقلقة، فعددهم بلغ وفقا لهذا التقرير 23,747 جريحا خضعوا لعمليات جراحية متفاوتة في الداخل، فيما تلقى العلاج في الخارج حوالي 3,879 جريحا توزعوا على مجموعة من الدول العربية. التقرير تحدث عن وجود أكثر من 4,000 جريح في الداخل بحاجة للعلاج في الخارج، في حين أفرزت اللجان الطبية حوالي 641 جريحا فقط اعتبرت أن إصابتهم بالغة الخطورة وبحاجة إلى تدخل عاجل وإلى نقل للعلاج في خارج اليمن. ما ظهر من الأرقام الرسمية للجرحى مقاربة ليس أكثر، فثمة أعداد أهملت بسبب حالة الإرباك التي تسود مشهد الحرب في اليمن، وفي ظل الفراغ الذي خلفه غياب أجهزة الدولة المتخصصة، قررت الحكومة رعاية مبادرة تهدف لإنشاء صندوق مستقل وغير حكومي لرعاية أسر الشهداء، يعتمد أساسا على الدعم المجتمعي والتبرعات، خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل التفافا على الدور النبيل لصندوق رعاية شهداء وجرحى الثورة السلمية الذي لم يستنفذ دوره بعد، ويمكن الاستناد إلى خبراته في العناية بالجرحى كما ينبغي أن تعتني دولة بأكرم أبنائها. ينتظر اليمنيون من الحكومة أن ترتقي باهتمامها في قضية الجرحى لتتحول من كونها ملفاً إلى اعتماد حزمة من الإجراءات الميدانية العاجلة التي يفترض أن تنعكس إيجاباً على الوضع الحرج الذي يعيشه الجرحى في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد. إذن مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا في الاستوديو الناشط الحقوقي الأستاذ موسى النمراني. مساء الخير أستاذ موسى. مساء النور لك ولضيوفك ولمشاهدينا الكرام. حياكم الله أستاذ موسى. اجتماع للحكومة، ملف الجرحى كان من ضمن الأولويات أو من ضمن أجندة هذا الاجتماع، كيف تابعت هذا الاجتماع؟ الملف حاضر، ولكن دعني أقول لك أن النتيجة التي خرج بها اجتماع الأمس كانت نتيجة مخيبة للأمل أن يحال موضوع الشهداء إلى صندوق خاص خارج الحكومة هو
التفاف على الصندوق القديم وعلى الهيئة أيضا، والتفاف أيضا على حقوق الشهداء الذين ضحوا بحياتهم وينتظرون منا أن نهتم بأسرهم، ويمكن أن نكون نحن أيضا في يوم من الأيام شهداء، وأن ونحن ننتظر من يخلفنا أن يهتم بذوينا، أن يتحول الشهداء أو يتحول صندوق الشهداء إلى مجرد جمعية خيرية تستلم تبرعات من فاعلي الخير، ولا تتدخل الحكومة في تمويله كما يجب، وكما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني. هذا أمر مخيب للأمل. طيب هذا الصندوق فقط للشهداء أم أنه أيضا للجرحى أيضا؟ لا، موضوع الجرحى أحيل إلى لجنة وزارية. الخبر الذي نشر أمس عبر وكالة سبأ أشار إلى أنها برئاسة وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز جباري، وهو رجل محترم ومشهود له بالنزاهة والإخلاص والوطنية. لا نعرف من هم الوزراء الآخرين، نحن نثق في الجميع ونقدر أدوار الجميع، ولكن نتمنى أن نجد هناك خطوات ملموسة للتخفيف من معاناة هؤلاء الجرحى الذين طالت معاناتهم في الداخل، ويمكن بإجراءات سريعة أن نخفف من معاناتهم باستحداث مستشفيات أو بتسهيل عمليات تسفيرهم من الخارج و متابعة علاجهم حتى لا تتكرر المأساة التي لا يزال كثير من 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 جرحى الثورة الشبابية السلمية يعانون من من آثارها. هناك من وهناك أيضا من جرحى الحرب الحالية من اضطر الأطباء لبتر بعض أطرافهم، وهناك من خرجوا بإعاقات كان يمكن تفاديها لو أن هناك نوع من الاهتمام. نعم أستاذ موسى، تنضم إلينا الآن الناشطة الحقوقية الأستاذة حياة الذبحاني من تعز. مساء الخير أستاذة حياة. مرحبا، مساء الأنوار، أهلا بكم. أستاذة حياة، كيف تابعت هذا الاجتماع الحكومي والنتائج التي خرج بها؟ نعم، نحن نتمنى أن تفي الحكومة بما وعدت، لأننا في حقيقة الأمر قد أصابنا نوع من عدم التفاؤل هنا في مدينة تعز. نحن منذ عام منصرم ونحن ندعو إلى الالتفات إلى وضع الجرحى هنا في مدينة تعز. عام انقضى ونحن نسمع الوعود تلو الوعود، ولكن للأسف الشديد لم ينفذ من هذه الوعود شيئا، وكما يقال نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. نحن في هذه المدينة يزداد ألمنا يوما تلو الآخر عندما نرى آلام الجرحى هنا في هذه المدينة، أيادي تقطع وأقدام تبتر وجراح تتعفن ولا مجيب. نحن نشدنا مرارا وتكرارا رئاسة الجمهورية والحكومة الشرعية وكذلك قوات التحالف بالتدخل الجاد والعاجل والسريع لإنقاذ الجرحى هنا في مدينة تعز. الوضع في مدينة تعز وبالتحديد وضع الجرحى هو وضع مأساوي للغاية وكارثي للغاية. لدينا مستشفيات غير مؤهلة وغير قادرة على إجراء عمليات جرحى هذه الحرب. لدينا كذلك ندرة وشحة في الأدوية والمستلزمات الطبية. رأيتم وراء العالم أجمع كيف أننا كنا نحمل الأكسجين عبر ظهور الجمال والحمير عبر طريق طالوق وجبال مشرعة وحدنان. الشهيد تلو الشهيد يسقط في هذه المدينة بسبب الإهمال الطبي. ناشدنا مرارا وتكرارا أن تقوم الدولة بواجباتها تجاه هؤلاء الجرحى، لأن هؤلاء الجرحى هم من سقطوا في مواقع الشرف والبطولة وهم يزودون عن حمى هذه المدينة ويدافعون عن الشرعية ويدافعون عن الجمهورية. فما ينبغي أن يواجه هؤلاء الجرحى بهذا الخذلان الذي نعتبره نحن في حقيقة الأمر وصمة عار في كل في جبين كل وزير في الحكومة الشرعية، لأننا لم نرى التفاعل مع جرحى هذه المدينة. لدينا ما يزيد عن 11,000 جريح، الحرب مستمرة حتى اللحظة وتنتج لنا مزيدا من الجرحى ومزيدا من الإعاقات ومزيدا من الآلام أمام صمت لا نجد له مبررا في حقيقة الأمر. طيب ما الذي يمكن يعني وسط هذا يعني هذا الضغط إذا صح التعبير أو هذه المطالب أو هذه الاحتياجات، ما لدى الحكومة الشرعية من وسيلة للاستجابة لهذه المتطلبات، خاصة في ظل
يعني كما تتحجج أو تطرح الحكومة إمكانيات يعني ليست بتلك الوفيرة. نعم، نحن في هذه المدينة بدأنا منذ الأسبوع المنصرم بوقفات احتجاجية تضامنية مع جرحى مدينة تعز. هؤلاء الجرحى الذين بدأوا في هذا الأسبوع إضرابا مفتوحا عن الطعام. الجرحى حق لهم أن يضربوا عن الطعام لأنهم في حقيقة الأمر لم يجدوا من الحكومة التفاعل الرسمي. الحكومة قادرة على تسكير هؤلاء الجرحى، الحكومة قادرة على أن تقوم بتأهيل مستشفيات في هذه المدينة، الحكومة قادرة على أن تقوم بتأهيل مستشفى خليفة العام في التربة، هذا المستشفى الذي بني على نفقة دولة قطر الشقيقة وهو مهيأ وجاهز لاستقبال المرضى إذا تم تأهيله التأهيل الكافي واللازم. أيضا أضف إلى ذلك أن الدولة قادرة على أن تستجلب أطباء من الخارج لتوفر على نفسها مشقة السفر إلى الخارج. أيضا الدولة لها إمكانيات كثيرة تستطيع. طيب من هذه النقطة أستاذة حياة، جرح هذه المدينة. نعم. في هذه النقطة تحديدا من ناحية جلب الأطباء إلى الداخل، هي نقطة طرح جديد ربما، كيف يمكن تأمين أماكن لدخول هؤلاء الأطباء لمعالجة الجرحى؟ أو أنت تتحدثين عن أماكن لا توجد فيها يعني مواجهات؟ نعم، أنا أتحدث بالتحديد عن مستشفى خليفة العام في التربة، هذا المستشفى الذي ذكرته مسبقا بأن دولة قطر الشقيقة قامت ببناء هذا المستشفى في الثمانينات، وهو مستشفى مؤهل ومستشفى سيستقبل العديد من الجرحى إذا تم تأهيل هذا المشفى. هذا المشفى هو في منطقة التربة والتي تبعد كيلومترات عن مدينة تعز، وهو يتوسط مدينة لحج وعدن. هناك طريق آمن لاستجلاب هؤلاء الأطباء إلى مدينة عدن ومن ثم إلى اللحج ومن ثم إلى التربة. نستطيع أن نقوم بتفويج هؤلاء الجرحى إلى هذا المشفى وإجراء العمليات في مستشفى خليفة. نحن نستغرب لماذا لا تقوم الدولة بهذه الإجراءات البسيطة والتي تتوفر على الجرحى مشقة السفر وتتوفر على الحكومة النفقات المالية. أضف إلى ذلك أن الحكومة لم تقم بواجباتها تجاه الجرحى من ناحية تسويق الحالات العلاجية إلى دول الخليج الشقيقة. دول الخليج الشقيقة مشكورة على كل الجهود الجبارة التي بذلتها، أولا في عاصفة الحزم ومن ثم في إعادة الأمل وقريبا في إعادة الإعمار. فنحن ليس لدينا أدنى شك من تفاعل إخوتنا في الخليج العربي، ولكن الدولة هي من نحن نحملها عدم القيام بهذه الواجبات. نحن نشكر ونحيي جهود محافظ المحافظة الأستاذ علي المعمري والذي أولى ملف الجرحى الأهمية القصوى، وهو لا زال يتابع تأهيل المستشفيات هنا في مدينة تعز. اليوم كما سمعنا بأنه تم توقيع اتفاقية لإجراء 150 عملية في مستشفى الروضة، هذا المستشفى الذي يعتبر المستشفى الأول في مدينة تعز، كما نسميه نحن هنا السكان مستشفى الحرب. هذا المستشفى الذي لولا هذا المستشفى بجهودي الجبارة لكان الآن مجموعة من الجرحى هم في عداد الموتى. لماذا لا يدعم هذا المستشفى بكافة العمليات التي تسهل من قيام الأطباء في عمليات في هذا المستشفى؟ أضف إلى ذلك، لماذا لا يدعم هذا المستشفى بالأجهزة المحورية؟ نعم أستاذ حياء، طيب هل نحن بحاجة أستاذ حياء يعني أمام هذه المتطلبات الكثيرة واستجابة الحكومة يعني غير الواضحة وغير الكافية إن صح التعبير، هل نحن بحاجة إلى ضغط أكبر من قبل القوى المجتمعية بالداخل وكذلك من قبل يعني سواء المغتربين أو غيرهم لإحداث فارق أكبر في هذا الملف؟ نعم، جرح الجريح كما ذكرت مسبقا هو وصمة عار في كل من صمت وتخاذل وصم أذنيه عما يعانيه الجرحى هنا في مدينة تعز. أذكر على سبيل المثال الشهيد شهاب،
الذي كانت حالته لا تستدعي الموت، نقلناه عبر فاعلين خير إلى مدينة عدن عبر هذه الطرق الوائرة، وصل إلى مستشفى عدن، وبمجرد إجراء العملية لهذا الجريح انتقل إلى رحمة الله بسبب عدم السرعة في التدخل العلاجي. أضف إلى ذلك مجموعة كبيرة من الجرحى كانت حالتهم ليست في الحالات السيئة، اليوم أصبحوا في عداد المشلولين، اليوم أصبحوا في عداد من لا يمكن علاجهم حتى وإن تعالجوا ووجدوا العلاج الكامل. نعم لقد يعني ماتت أعصابهم بسبب الإهمال الطبي. نحن نفتقر إلى مراكز تدليك هنا في المدينة، يستطيع الأطباء القيام بعمليات في الجرحى، ولكن أين هي مراكز التدليك التي هي الخطوة الثانية بعد العمليات الجراحية؟ يجب على جميع المغتربين في كل أنحاء العالم وعلى الإخوة في الداخل وفي الخارج وعلى حكومة الحكومة التي هي الآن في الرياض أن تضغط في لملف الجرحى. هؤلاء الجرحى هم من بترت أقدامهم ونزف دمهم في كل الجبال والتباب من أجل شرعية هذه الحكومة ومن أجل شرعية الرئيس هادي. نحن كما ذكرت مسبقا نقوم بتنفيذ وقفات احتجاجية وتضامنية مع الجرحى الذين بدأوا بالإضراب عن الطعام حتى تستجيب الدولة والرئاسة والحكومة لهذه المطالب المشروعة. نحن نتساءل هنا إذا كان هذا الجريح يمد الصلة إلى أحد الوزراء أو السفراء، هل سيكون حاله كما هو حال جرحى مدينة تعز؟ ماذا يراد بالجرحى؟ الجرحى اليوم في مدينة تعز يموتون مرتين، مرة من الألم ومرة من الإهمال. أصبح الجريح هنا بين مطرقة الحوثي وسندان الإهمال للأسف الشديد، ولذلك أطلقت حملات في مواقع التواصل الاجتماعي وهي أنقذوا جرحى تعز. نتمنى من الجميع أن يتفاعل مع هذا الهشتاج وأن نرى ضغطا مجتمعيا وكذلك من كل المغتربين في كل أنحاء العالم باتجاه الناشطة الحقوقية الأستاذة حياة الذبحاني، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. أستاذ موسى، يعني هناك معاناة كبيرة في ملف الجرحى وهناك محاولات كثيرة أو ضغط شعبي واسع في هذا الخصوص، كيف تقيم استجابة الحكومة إلى حد الآن؟ هو يفترض أن الحكومة تتحرك بدون ضغط شعبي، هذه حكومة يفترض أنها تنتمي إلى هذا المجتمع، وأيضا هؤلاء الجرحى هم سكتوا دفاعا عن شرعية هذه الحكومة ودفاعا عن حق الشعب في الاختيار وفي يعني وفي حكم نفسه عن طريق يعني حماية الحكم بالآليات الديمقراطية. وأنا هنا حتى لا أفهم بشكل خاطئ، لا أكسر حق العلاج على جرحى المقاومة، كل جريح يسقط في هذه المعركة سواء كان من المقاومة أو حتى من المتمردين له حق العلاج، أو المدنيين أيضا حق العلاج مكفول للجميع. ويفترض أن المستشفيات والمراكز الطبية ووسائل الإسعاف محترمة ومقدسة، لا يجوز التعرض لها ولا منعها، ويجب تسهيل وصول الأدوية والإغاثة إلى هذه المراكز، وأن يتم معالجة كل الضحايا الذين سقطوا في هذه أو الذين جرحوا في هذه الحرب، لأن في 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 كل الأحوال غايتنا ليست قتل الناس ولا سواء كانوا من المقاومة أو حتى من المتمردين، الغاية هي تحييد هذه القوى، منعهم من مواصلة التمرد، من مواصلة اختطاف الدولة. قتل الناس ليس هدفا للشرعية ولا هدف لأي شخص. طيب في هذه الحالة كيف تقيم استجابة الحكومة الشرعية للمطالب المجتمعية الواضحة يعني بضرورة التحرك في هذا الملف، والذي يعني يشكل علامة استفهام وعلامة غضب لدى الشارع؟ هي قبل أن تكون مطالب شعبية هي واجبات قانونية ودستورية، يفترض أن تقوم الحكومة من تلقاء نفسها بمعالجة الجرحى، ولكن للأسف الاستجابة حتى الآن لا تزال دون الحد الأدنى المأمول. الجرحى يتعرضون لخذلان غير طبيعي، ويفترض أن أو نأمل أن يكون هناك تغييرات في الحكومة في هذه المفاصل بالذات، وأن يتم استحداث آلية سلسة لنقل الجرحى ومعالجتهم في الداخل، وأيضا استحداث مراكز طبية للمعالجة والمراحل التالية للاستشفاء.
المتابعة أيضا بشكل أكبر. نعم. طيب أستاذ موسى ينضم إلينا الآن مسؤول العلاقات العامة بلجنة الجرحى الأستاذ عبدو الزكري. مساء الخير أستاذ عبدو. يا مس النور والعافية حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ عبدو. يعني أخيرا ملف الجرحى يبدو أنه أصبح ضمن أجندة الحكومة كما يعني يطرح ذلك الكثيرون. كيف تابعت القرارات الأخيرة للحكومة؟ أولا نشكر القناة على إتاحة هذه الفرصة لنا للتحدث إلينا. أقول هي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، يشكر عليها معالي دولة رئيس الوزراء، وهذه الخطوة طال انتظارها كثيرا وكنا ننتظرها في السابق. فالحمد لله رب العالمين بدأ يعني معالي دولة رئيس الوزراء الالتفات نحو الجرحى إن شاء الله عز وجل، ونعتبرها أنها خطوة إيجابية كثيرة إن شاء الله عز وجل. طيب برأيك هل هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ أم أنها يعني ستكون أو سيكون مصيرها الأدراج كما يعني كما توصف القرارات التي لا تنفذ في العادة؟ أتوقع أنها ستدخل حيز التنفيذ، كون معالي رئيس الوزراء بدأ أول خطواته في الاهتمام بهذه الشريحة الشهداء والجرحى، ونحن نؤمل كثيرا إن شاء الله عز وجل أنها ستبدأ في حيز التنفيذ، وكنا نتمنى أن يكون هناك قرار مماثل وعاجل للجرحى المعاقين لديهم إعاقة دائمة، وأن يشمل القرار كل الشهداء، لكنه القرار يبدو أنه لم ينص إلا على الشهداء الذين ليس لديهم وظائف في الدولة. نتمنى أن يشمل القرار كل الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل إعادة الشرعية وتحرير أراضي الوطن الحبيب. طيب إذا ما تحدثنا عن وضع الجرحى في الداخل والذين هم بحاجة إلى السفر إلى خارج البلاد، ما الذي يمكن للحكومة الشرعية القيام به أو يجب على الحكومة الشرعية القيام به للتحرك بهذا الخصوص؟ أين في الداخل تقصد؟ يعني في المدن سواء المحررة أو التي لا تزال تحت القصف، لكن لديهم الكثير من الاحتياجات الطارئة والعاجلة، ويعني جراحهم أو معاناتهم أو ما يمرون به يوصف بالخطير. الأصل أن تتحرك الحكومة ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء يعني لترتيب مستشفيات الداخل، سواء في هيئة مستشفى مارب أو سواء في التربة في تعز أو سواء في عدن في الأماكن المحررة، حتى تخفف يعني تخفف من معاناة الجرحى، وأن يرتب للجرحى الذين جراحاتهم يعني ترتب لهم السفر إلى الخارج. طيب الأرقام والبيانات يعني بحسب متابعتك، الأرقام والبيانات التي تورد في التقارير الحكومية هل تمثل فعلا الواقع أم أن هناك حالات لم ترصد بعد؟ تستطيع تقول يعني حدود 90% أو 95% في هذا الحدود مرصودة، تكاد يعني حالات طارئة، هذه الحالات لا يعد بها وتستكمل بإذن الله عز وجل. أشكرك شكرا جزيلا. مسؤول العلاقات العامة بلجنة الجرحى الأستاذ عبدو الزكري كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ موسى، يعني هل يمكن الحديث على أن الآن هناك حاجة أكبر إلى تحرك في ملف الجرحى؟ يعني أثنى الأستاذ عبدو على هذه القرارات وإن وجدها قاصرة في بعض المواقع، هل تتفق معه في هذه المواطن التي رأها قاصرة فيها؟ أولا أود أن أؤكد يعني أنبه إخواننا اليمنيين إلى أننا في اليمن يفترض أن لا نخاطب المسؤولين بألفاظ المعالي والسعادة والسيادة، لدينا أكثر من قرار جمهوري يمنع هذه الألقاب وينص على أن نخاطب مسؤولينا بلفظ الأخ. لا يوجد لدينا معالي ولا سعادة ولا سيادة، كل المسؤولين بالنسبة لنا إخوة، وهم عمال مع هذا الشعب يفترض أن يقدموا له خدمات مقابل الرواتب التي يحصلون عليها. هذا أولا. ثانيا أتفق معه أن هذه خطوة جيدة إلى الأمام، ولكن لا يمكن أن نعتبرها خطوة كبيرة، لأن
راتب جندي لا يكفي لتقدير شهيد. أولا نحن سنطالب وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة على أن يكون راتب الجندي راتب يوفر له الحد الكافي من الكرامة الإنسانية، ولكن في المجمل راتب جندي للشهيد ولأسرة الشهيد فيه ظلم وإجحاف. هذا الشهيد كان مشروع إنسان يفترض أن يمضي في الحياة ويتقدم فيها ويصل إلى مراتب عليا. كان هناك كان منهم من سيكون وزير ومن سيكون مدير عام ومن سيكون رئيس وزراء ومن سيكون رئيس جمهورية. لماذا نوقف حياة هذا الشهيد عند مستوى جندي؟ هذا أمر غير عادل، وهو أيضا في اعتقادي يتناقض مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأيضا عندما نوقف حياة هذا الشهيد عند مستوى جندي فيه ظلم وإجحاف كبير. سنعمل طبعا بشكل جماعي على أن نحسن حياة الناس. هذه الحرب وهذا الصراع ليس من أجل الشهداء ولا من أجل الجرحى ولا من أجل حقوقهم. يعني نحن خرجنا في ثورة 2011 ولم يكن لدينا شهداء، وكنا جميعنا أحياء، ولكننا كنا أحياء دون مستوى الكرامة الإنسانية، وخرجنا نطلب الحياة لنا ولغيرنا بحرية وكرامة وعدالة. ضحى إخواننا بأرواحهم وارتقوا شهداء إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نكمل المشوار من أجلهم ومن أجل بقية الشعب اليمني. عندما نحصر المشكلة في الشهداء وفي الجرحى كأننا لم نفعل شيء إلا أننا خلقنا مشكلة. هذه ليست المشكلة، المشكلة في الفساد وفي الفشل الذي خرجنا ضده، وفي مستوى الحياة التي كنا نعيش فيها والتي كنا نذهب كنا في الطريق إليها. نحن الآن في نعيش مأساة بسبب ما عانيناه، بسبب العقود التي عاشها الشعب في يعني مختطف لدى عصابة لا تقدر الحياة الإنسانية ولا تحترم نفسها. الآن ندفع تضحيات باهظة الثمن. هناك إشكاليات، هناك مآسي تحدث في الطريق، ولكن علينا أن نفكر في الما بعد وأن نفكر في الحلول الجذرية للمشاكل الأعمق والأوسع، وليس مجرد مشكلة الشهداء والجرحى. إذن أستاذ موسى سنكمل الحديث في حلقة اليوم، لكن قبل ذلك نذهب والسادة المشاهدين إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا نتابع حلقة اليوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ موسى، التقرير تحدث عن وجود الكثير من الحالات التي يجب علاجها في الخارج أو يجب سفرهم للعلاج في الخارج. هؤلاء هل تتفق مع طرح الضيفين الكريمين الذين قالوا أن الأولوية الآن لتخفيض المصاريف ولمحاولة تحسين مستوى الخدمات أن يحضر أطباء من الخارج إلى الداخل حتى يعالجوهم؟ مع أي الخيارين أنت تذهب؟ مع الخيارين. هناك حالات تستدعي العلاج في الخارج ويجب أن تذهب إلى الخارج سريعا إنقاذا لحياتها وإنقاذا لمستقبلها، وهناك حالات يجب أن توفر لها سبل العلاج في الداخل. هناك إمكانية لتطوير أو لتقديم المزيد من الخدمات في مستشفيات الداخل، وهناك أيضا إمكانية حتى استئجار أو حتى شراء مستشفيات عائمة في المياه اليمنية. وكل هذه الخيارات افترض أن تدرس بعناية وأن تنفذ يعني بسرعة، خاصة وأننا في حرب والرصاص لا ينتظر حتى إيجاد حلول لمشكلة الجرحى. الجرحى الآن من يفشل في الرصاص والشظايا في قتلهم يقتلهم الإهمال، والجرحى الذين يقتلون والذين يدافعون عن البلاد في الجبهات في الواقع هم خيرة أبناء هذه البلاد. نحن يعني نزيف الدم الذي نخسره من هؤلاء الشباب يعني يفترض أن يتوقف. نحن نحتاج إلى هذه الدماء في مسيرة البناء وفي مسيرة إصلاح ما دمرته الحرب وما دمرته عقود الفساد السابقة. أستاذ موسى، ينضم إلينا الآن رئيس منظمة وثاق الحقوقية الأستاذ نجيب السعدي. مساء الخير أستاذ نجيب. مساء النور، حياك الله أخي.
أهلا وسهلا أستاذ نجيب. هناك تحركات حكومية بخصوص ملف الجرحى، ما مدى جدية هذه التحركات برأيك؟ باعتقادي أن الحكومة خصوصا بعد التغيير الذي قررت التغيير الذي حصلت في الآونة الأخيرة وتعيين رئيس وزراء ونائب لرئيس الجمهورية، هذه القرارات التي أدت إلى رد التباينات بين جناحي السلطة في اليمن كرئاسة الدولة والحكومة اليمنية، أن هناك جدية لمعالجة أوضاع الجرحى بحسب الإمكانيات المتاحة في لدى الحكومة. أيضا وجود شخص رئيس الوزراء أحمد عبيد بن ثغر وهو رجل الدولة من الطراز الأول يعطي تفاؤل ويعطي يعني مؤشر بأن الحكومة ستكون جادة وستعمل على حل قضية الجرحى حسب إمكانياتها المتاحة. طيب يعني باعتقادك أن التغير في الحكومة صب في مصلحة هذا الملف وأن هناك تحركات جدية كما يبدو بخصوصي؟ نعم نعم. طيب إذا ما تحدثنا أكثر عن نعم تفضل أستاذ نجيب. توحد القرار السياسي والقرار الإداري للدولة وعدم وجود تباينات كما كان في السابق بين رئيس الجمهورية وخالد دحاح سيؤدي حتما إلى انسجام في المعاملة، انسجام في إدارة هذا الملف بشكل كبير، وسيتعاون الجميع من أجل حل هذا ملف الجرحى، خصوصا أنه ملف شائك. أيضا من خلال معرفتنا ومن خلال ما نعرف عن الدكتور أحمد عوض بن داغر كأحمد عبيد بن داغر قصدي كرجل دولة من طراز فريد ورجل مخضرم، سيكون هناك نتوقع أن يكون هناك نجاحات جادة. مؤشر على ذلك أن أول عمل عملته الحكومة اليمنية بعد توليه السلطة الرئاسة الحكومة أن قام بمناقشة وطلب من وزير الصحة تقرير حول وضع الجرحى. هذا دليل أن قضية الجرحى هاجس لدى الحكومة اليمنية الآن ولدى رئيس الحكومة اليمنية. طيب يعني لكن هناك من لا يتفق معك أستاذ نجيب، خاصة أن هناك قرار أو وضع صندوق مجتمعي غير حكومي يراه البعض هو محاولة من قبل الحكومة للتقاعس على أداء واجباتها. لماذا لا ننظر إلى القرار بأنه بقرار تشكيل صندوق لرعاية الجرحى بأنه هو صندوق مجتمعي برعاية الدولة وبإشراف الحكومة، بأنه نوع من التكامل بين الحكومة اليمنية الجانب الحكومي والجانب المجتمعي، خصوصا في ظل الوضع الحالي الذي تعيش فيه الحكومة اليمنية والمتمثل من أنها حكومة في الخارج، ثانيا أنها حكومة لا تمتلك إلى موارد، ثالثا أنها حكومة أمامها تركة كبيرة من الجرحى والقتلى وتدمير البنية التحتية وأعباء كثيرة. ننظر إليه نحن نظرة إيجابية بأنه سيكون ربما تكامل بين الحكومة وبين هذا وبين المجتمع. يعني أنت ترى فيها خطوة تكاملية أستاذ نجيب، لكن هناك احتياجات كثيرة لدى الشارع اليمني، هناك الكثير ممن يقول أن ملف الجرحى يعني اللغط أو الحديث حوله فاق المدى المعقول، وما من استجابة حقيقية لدى الحكومة التي تنشغل في قضايا في بعض الأحيان بحسبهم قضايا ثانوية أكثر من هذا الملف. يجب أننا عندما نتعامل مع ملف الجرحى أو ملف أي جانب آخر يجب أننا نوازن بين الإمكانيات وما يتم تطبيقه. إمكانية يجب أن ندرك أن إمكانية الحكومة اليمنية إمكانية شحيحة جدا، الحكومة الحالية والسابقة أيضا حتى حكومة في ظل رئاسة دحاح. نحن نعيد على الحكومة اليمنية عدم التحرك لدى دول التحالف العربي، الدول الخليجية، الدول الأوروبية من أجل توفير منح علاجية وتوفير أموال كافية لمعالجة الجرحى، كون قضية الجرحى قضية إنسانية. هذا ما نعيده على الحكومة للجانب الحكومي، لكن أتوقع أنه من الآن سيكون هناك في تحرك في هذا الجانب، في جانب أن يتم تحرك لجمع الأموال لجمع لتوفير منح علاجية
لتوفير مستشفيات. الآن هناك مستشفيات سيفتحوها في البيضاء، في مأرب، مستشفيات ميدانية حتى لمعالجة الجرحى ومعالجة الجرحى طيب في هذه النقطة أستاذ نجيب، الآن هناك صندوق مجتمعي غير حكومي معني بهذا الملف، هل تعتقد أن يعني في مواجهة منظمات المجتمع المدني غير اليمنية في التعامل لدى المانحين، هل سيفرق ذلك من هذه الناحية، من ناحية رفع مستوى التمويل أو الزيادة؟ بالنسبة لمنظمات المجتمع اليمني، خصوصا في المجتمع اليمني في اليمن، لا أعول عليها كثيرا. ايضا المنظمات، حتى المنظمات الدولية العاملة في اليمن، لا أعول عليها كثيرا كونها أصبحت منظمات مختطفة تعمل تحت أجندة الانقلابيين ولا تعمل لمصلحة للمصلحة الإنسانية بشكل عام، بعيدا عن أي أجندة سياسية. أصبحت هذه المنظمات تعمل بأجندات سياسية تخدم سياسات معينة، تخدم توجه الانقلابيين بشكل واضح. هذا إما أن هذه المنظمات تكون لها توجه ذاتي أو أنها تخضع لضغوط جماعة الحوثي. لذلك وجود الدولة، وجود الحكومة اليمنية لضبط التعامل مع هذه المنظمات مهم جدا، خصوصا في موضوع الجرحى وموضوع الإغاثة. أنا أقصد كان أستاذ نجيب أن الحكومة ربما واجهت الكثير من المتاعب في خصوص تمويل عمليات الاهتمام بالجرحى في حال لم يكن فعلا لديها إمكانيات مالية، هل هذا الصندوق غير الحكومي سيكون يعني ستكون فرصه في التمويل أكبر من قبل الفاعلين أو المانحين الدوليين وكذلك المنظمات الأممية غير العاملة في اليمن أو العاملة في اليمن بشكل عام؟ سيكون رأس وسيوفر أشياء لم تستطيع الحكومة بحكم عدم تحركها، عدم قيامها بالتحرك والتواصل بشكل كبير نظرا لبعض الانشغالات. سيكون هذا الصندوق رافد، أيضا إضافة إلى أن هذا الصندوق يعتبر، أنا أعتبره خطوة جيدة، لأنه لرعاية الجرحى، لأن رعاية الجرحى يجب أن لا تكون رعاية وقتية لسنتين أو ثلاث أو خمس، لأن الجرحى فيهم إعاقة دائمة. يظل هذا الصندوق بشكل مستمر لرعايتهم حتى يتم بعد ذلك توزيعهم على مراكز الإعاقة الدائمة أو اعتماد لهم مرتبات أو ما شابه ذلك. رئيس منظمة وثاق الحقوقية الأستاذ نجيب السعدي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ موسى، ما هي الحلول العاجلة التي يجب على هذا الصندوق وعلى اللجان عملها لتدارك الوضع بخصوص ملف الجرح؟ أولا هذا الصندوق الذي تتحدثون عنه أعتقد أنه فكرته مختصة برعاية أسر الشهداء وليس برعاية الجرحى. ملف الجرحى أحيل إلى لجنة وزارية يرأسها وزير الخدمة المدنية نائب رئيس الوزراء. وبالنسبة للحلول، هناك صندوق أصلا موجود ولديه دراسات ولديه ميزانية لم تسلم له، ويفترض أن يتم الاستفادة من هذا الجهد الذي بذل في هذا الصندوق ومن وجود هذا الصندوق. بالنسبة الصندوق هو؟ صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى الخاص بالنسبة بجرحى وشهداء ثورة فبراير. تقصد هو ليس خاص برعاية شهداء وجرحى ثورة فبراير، كل الشهداء والجرحى يفترض أن يلقوا، أن يشملهم هذا الصندوق، أن يلقوا الرعاية. وإذا كان القرار الذي شكل بموجبه هذا الصندوق ينص على أنه خاص بالثورة، فيمكن تعديله كما عدلت اللجنة الخاصة بالتحقيق في مزايا، يعني هذا قانونيا تقصد أستاذ موسى. هناك الآن يعني بما أن الصندوق الأول كان يتحدث عن رعاية شهداء وجرحى، والآن هذا الصندوق الحديث كما تفضلت الآن مختص بأسر الشهداء، هناك تضارب قانوني في عمله؟ أنا أعتقد أن هذه الخطوة التي أعلنت أمس هي خطوة غير مدروسة وخطوة مستعجلة، و يعني في اعتقادي أنها يعني لن تخرج إلى النور. هناك صندوق يفترض أن يفعل، لديهم دراسات ولديهم بذلت فيها الكثير من الأوقات يعني والكثير من المال أيضا، حتى خرجوا برؤية واضحة لمعالجة المشاكل الجرحى وأيضا لرعاية أسر الشهداء، ولكن هذا الصندوق حيد أو عطلت
عطل ولم تسلم لإدارته الميزانية اللازمة لتشغيله. وكما قلت لك حتى إذا كان يعني قرار إنشائه ينص على أنه خاص بشهداء ثورة فبراير يمكن تعديله كما عدل قرار إنشاء لجنة التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. في كل الأحوال الحلول ميسورة ومتوفرة، هناك حلول كثيرة طرحت في هذه الحلقة وتطرح أيضا من قبل المختصين، وأعتقد أنها طرحت أيضا في مجلس الوزراء، وكما يطرح الجميع العلاج في الداخل، توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الموجودة، استقدام أطباء واستيراد أجهزة للعلاج، وأيضا يعني استخدام فرق طبية لإجراء العمليات للحالات الصعبة أو تسفير الحالات التي لا يمكن علاجها يعني أو لا يمكن أن تنتظر حتى يتم ذلك. طيب يعني الآن هناك حديث عن من أين ستمول هذه الصناديق؟ نعم. هل هنا دور على دول التحالف بشكل أكبر باعتبارها يعني شاركت في عملية أو قامت بالتدخل في اليمن وفقا لطلب الرئيس عبد الرب ومنصور هادي، أم أن ليس من هناك من مسوغات أو محددات أو ضوابط قانونية لذلك؟ من يتحدث عن قلة أو ضعف الإمكانيات أعتقد أنه يقول كلام غير دقيق. نحن لا نحارب لوحدنا، هذا تحالف دولي فيه أكثر من 10 دول، وهي دول جادة وتقدم الدعم الكافي. والمشكلة عندنا عند اليمنيين، المشكلة ليست في الإمكانيات، المشكلة في الإدارة، المشكلة في كفاءة الإدارة، والمشكلة أيضا في النوايا. هناك عرقلة واضحة ومتعمدة لعلاج الجرحى، وهناك استهداف للجرحى. يجب أن يتوقف هذا الاستهداف، ويجب أن ينظر إلى هذا الملف الآن نظرة فاحصة ومتأنية، وحتى تكشف مكامن الخلل في هذا في الأداء، ويتم تغيير المسؤولين الذين يتسببون بمعاناة هؤلاء الجرحى وينقلونهم من جرحى في المستشفيات إلى موتى في المقابر. طيب تعامل دول التحالف بملف الجرحى أو مع الحكومة اليمنية سواء أو بالقوى قادة المقاومة الشعبية أو الفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والهيئات المتخصصة أيضا، كيف تقيمه بشكل؟ اطلعتنا على كثير من القضايا، وكنا نكتشف أن المشكلة ليست في دول التحالف ولا في الهيئات الإغاثية التابعة لها والتي تقدم المساعدة وتعرضها، ولكن تجد الكثير من التعنت ومن العرقلة من الجانب اليمني. وكما قلت لك المشكلة ليست مشكلة إمكانيات ولكنها مشكلة إدارة ومشكلة نوايا. طيب يعني هل من إجراءات قانونية بحكم أن البنك المركزي الآن في موجود في صنعاء، وهناك يعني ما يشبه الغموض في طريقة التعامل المالي بداخل مؤسسات الدولة، هناك الآن مستشفيات كانت لا تزال في المدن المحررة سواء عدن أو حتى المدن التي لا تزال تحت القصف في تعز أو في محافظة تعز بشكل عام، هذه المستشفيات لماذا لا تفعل؟ هل هناك إشكاليات مالية بهذا الخصوص؟ كما قلت لك ليس هناك إشكاليات مالية، المشكلة في الإدارة. المستشفيات تعمل، هناك كادر طبي غادر بسبب الحرب، وجدوا فرص عمل أفضل أو حتى لم يجدوا أعمال في اليمن، أغلقت مستشفياتهم، وهذه كما قلت لك ليست مشكلة مالية، المشكلة في الإدارة، وأكررها للمرة العاشرة، المشكلة في الإدارة ومشكلة في النوايا. يجب أن يحل هذا الملف عن طريق التفتيش في موضع الخلل في مجلس الوزراء وفي وزارة الصحة. هناك جهات إغاثية تقدم الإغاثة وتعرضها، ولكن لا يتم الاستفادة المطلوبة منها. هناك فريق طبي سوداني، هناك فريق طبي هندي عن طريق منظمة سودانية لم يتم الاستفادة منه. هناك تمويل كبير من مركز الملك سلمان أيضا لم يتم الاستفادة منه بالشكل الكافي. المشكلة في الإدارة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ موسى النمراني الناشط الحقوقي، كنت معنا في الاستوديو في حلقة المساء اليمني في هذا اليوم. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، ولكل الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سلمان في التقديم، وتحيات الزملاء في الطاقم الفني والطاقم التحريري. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.